المزمور الرابع. أمان شعب الله. لما دعوت استجاب لي إله بري، في الحزن فرجت عني، ارأف بي واستمع إلى صلاتي. يا بني البشر، إلى متى أنتم بطيئو القلوب؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذبة؟ ألا أعلم أن الرب قد صنع لصفيه عظائما؟ الرب يستمع لي حينما أصرخ إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، والذي تقولونه في قلوبكم تندموا عليه في مراقدكم. قربوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون: من يرينا الخيرات؟ أليس هو أنت الذي رسمت علينا نور وجهك يا رب؟ فحبوت قلبي سرورا مذ أكثرت لهم الحنطة والخمر والزيت. فأنا الآن أرقد وأنام بسلام، لأنك أنت وحدك يا رب الذي أسكنتني في مسكني بأمان. آمين.